بسم الله الرحمن الرحيم. بيان أهالي وعلماء ومشائخ وأئمة وخطباء ووعاظ وطلبة العلم بمدينة مصراتة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلاقا من الأمانة التي ائتمن الله تعالى عليها حملة شريعته من البيان للناس والنصح لهم وإبراء للذمة مع الله سبحانه، عملا بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فإننا أهالي وعلماء ومشائخ وأئمة وخطباء ووعاظ ومحفظو القرآن الكريم وطلبة العلم بمدينة مصراتة، نرفع النداء عاليا لأهالي مدينتنا ونحذرهم مما تسعى إليه بعض التيارات الوافدة إلى بلادنا بفكر الغلو والتطرف، والتي تريد أن تسيطر على مؤسسة الأوقاف فيها. هذه التيارات التي اشتهرت بإحداث الفتنة في المساجد بالاعتداء عليها واعتلاء منابرها بالقوة ومهاجمة علماء بلادنا وتبديعهم وتفسيقهم ونبذ المدرسة الشرعية الوسطية التي توارث علمها أئمة وعلماء وأجلاء أفضل قرونا متتابعة، ومحاولة احلال فكرهم المتطرف الغالي بدلا عنها. وهذا يثبت أن تيار العنف والتطرف إنما يسعى للاستحواذ بالقوة على مؤسسة الأوقاف لنشر سمومه الفكرية المضللة، ويعلن الحرب على المدرسة الشرعية الوسطية وعلمائها من داخل المؤسسة الوقفية ومن فوق منابر المساجد. وبعد الاتفاق الذي عقد بمقر نيابة مصراتة بحضور رئيس النيابة وعلم مديرية الأمن على أن يوقف الطرفان عن الحضور إلى مقر مكتب الأوقاف ويتم تسيير العمل به من قبل شخص تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتنازعين إلى حين إصدار الحكم القانوني، فقد أخل الطرف الثاني المكلف بالاتفاق المبرم بعد أن كان قد اقتحم المبنى بالقوة مدعما بهمجية ووحشية لا تنم إلا عن سوء خلق فاعلها. وإننا نعلن رفضنا لهذا السعي المدفوع بالقوة والسطوة، ونوجه رسالتنا أولا إلى مدينتنا مصراتة بأن يقفوا مع علمائهم وطلبة العلم ومشايخه، ويمنعوا إحداث الفتنة في المساجد ولا يجعلوها ساحة للصراعات الفكرية. ثانيا، المجلس البلدي أن يخرج من صمته ويبرح موقف المتفرج ويبذل جهده في إيقاف هذه التحركات التي باتت واضحة ومكشوفة. ثالثا، إلى أعيان مصراتة وحكمائها ووجهائها بأن يئدوا نار الفتنة في مهدها ويحولوا دون تفاقم الوضع وترديه. رابعا، إلى حكومة الوفاق بأن تسيطر على الهيئة الأوقاف العامة وتمنع اختراقها وتوجيهها من قبل المجموعات المسلحة التي تتبنى أفكار الغلو والتطرف، وأن تحرص وبشكل عاجل على تسليمها لأهل التوسط والاعتدال. وإننا أهالي وعلماء ومشايخ وأئمة وخطباء ووعاظ ومحفظ القرآن الكريم وطلبة العلم بمدينة مصراتة، نرفض
أن يتولى إدارة مؤسسة الأوقاف من يسعى لفرض نفسه بالقوة وسياسة الأمر الواقع بالتغلب الموهوم، كما أننا ماضون قدما في توظيف كل السبل الجائزة شرعا وقانونا لمنع التعدي من قبل المتطرفين على هذه المؤسسة العريقة، سائلين المولى سبحانه أن يكشف عنا الفتن ويؤيدنا بالحق وأهله ويوفقنا لكل خير وبر وإحسان. صدر في مصراتة يوم الأربعاء 15 جمادى الآخر 1440 هجريا الموافق 20 فبراير 2019.